dhegeystayaal mar kale ismaqal wanaagsan, galab wanaagsan. Markaan barnaamijka hayeen gudagalaynaa insha allah, waxaan ku yeeraynaa hadduu eebaweyne karaali noqdo ardayga lagu magacaabo Maxamed Yaasiin Faarax oo bakhtiya nasiibka ku soo baxay galabta tobanka hoose isaga lagu daafuro tartanka qur-aanka kariimka qaybtiisa hoose. Guddiga ayaana u yeeraya Oh.
الحمد لله. من أمره؟ أول خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وضرا منها وضرا فكان لكي لا يكون على تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد كي لا يكون على المؤمنين فكان أمر لكي لا يكون عليك حرج فكان لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وشراب ووهبنا له آلا ومثلهم معهم رحمة
الأحباب فاضرب بيدك ضغصا فاضرب بي ولا تحنس ولا تحنس إنا وجدناه فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار فاذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل فاذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وليسع وذا الكفل فكل من الأخيار هذا ذكر فإن للمتقين الحسنى مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب محمد ياسين فارح ومتلقي فالدرشوزة الرغة بعد الجمعة عاصمتها تشغل لديها مطلقة مطلقة لديها فمعك أوصل فمعك هذا الميكا وقناك عبد المطلع السان ومعين كاسي تيانا مبتلقة لديها مبتلقة لديها سقال في بيضة قررنا كافيزة مرمتها هي شغل جوعة الصومالية حيانا عبد المطلع السان مطلقة وإن من شيعته لإبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سمين إذ جاء ربه بقلب سمين إذ جاء ربه بقلب سمين إذ قال لجنيه وقومه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة تريدون أئفكا آلهة أئفكا آلهة أئفكا آلهة تريد أئفكا آلهة دون الله تريدون ربي هب لي تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون
الثاني اقرأ قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نوره فويل للذين ظلموا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك هم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية القلوب من ذكر الله أولئك هم أولئك في ضلال مبين. الله أنزل أحسن الحديث. الله أنزل الله نزل الأحسن الحديث. كتابا متشابها فنزل السؤال الثالث يقرأ قوله تبارك وتعالى: ولقد خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما ينفذ من قول إلا لدي رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لدي إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. ذلك ما كنت منه تعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك فكشفنا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فقال قرينه ربنا ما هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد منيب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب شديد فألقياه في العذاب شديد فألقياه في العذاب فألقياه في العذاب الشديد. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذا بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما
ما كنت قاضية أمرا حتى تشهدون. قالت إن قالوا نعم أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين. فانظر ماذا تأمرون. فانظري ماذا تأمرين. قالوا نحن أولو قوة وأولو باس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة آلهة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلين. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة لما يرجع المرسلون. جزاك الله الجزاء. أسمع عبد الرشيد أبو كر شيخ أو ترتمى يا مدرسة الروضة في مجال الجوهر سؤال شمس الكوبا يا حكاية تعطيه ممكن يروح اللي بيدور إن شاء الله سؤال شاء الله حق أقول. السؤال الثاني اقرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه أجره في الدنيا فبغى عليه وآتيناه أجره. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه فبغى عليهم وآتيناه أجره أجرهم في إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء أولو العزبة أولو العزبة أولي القوة لتنوء بالعزبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.
وأعزي كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إنه لا يحب والله لا يحب إنه لا يحب ولا تبغ الفساد في الأرض إنه لا يحب إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين جزاك الله خير الجزاء عبد الرشيد أبو كرشيد رضي الله عنه المستعان الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل
يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أذلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قدولا وهجار سيدنا أحمد شادي أيها الجسيان سمك على وترتميسا مدرسة أبا أيوب أبا نساري سراش مدكوة مدلين وديها قرم على مدين يوبا سراش الشباب حقا لنا هذه المفتان مشاكلين سيسوب لي سيسوب كرامين إن شاء الله يوجد ربع حقا كاما نساء أبا أسيس لسوطة مدوين وسماء الكريس الكريس ويجن أسيس لكبال الدفع وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفى حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Thank you.